واحد النهار وكنت في طريقي مجهة القصبة، كان عندي عمل تماك، عمل إشاري، وتلاقيت بالمجموعة تاع الأطفال هادو طالعين، شافوا فيا رد يعني آل تصوير، وواحد يقول لي صورنا، وواحد قلت له ما يصوركم كاع، بصح لي ما يضحكش ما نصوروش. تلاموا كاع هكذا وعطوني لو سورير تاعهم، وخديت الصورة هذه، والصورة هذه تعبر على كل شيء. أبناء القصبة العليا اللي هما لا رولاف تاع الوقت اللي رانا فيه، وكما يقول لك ما شاء الله راك تشوف الوجوه تاعهم، الابتسامة اللي كاين في وجههم تاع الأبرياء، وأنا على حسابي سي لا جينيراسيون فيتور اللي لازم تهلا فيها. الصورة هذه يعني عزيزة عليا بزاف، لأنه فيها وجوه بريئة ومبتسمة واللي تبشر بالخير إن شاء الله على مستقبل الجزائر. عمر صفوان مصور